حق للفلسطيني أن يمارس. لكن إحنا من 87 أوكي. يعني في هناك توافق فلسطيني وإجماع فلسطيني بدراسة الجدوى نقلنا الصراع إلى داخل فلسطين بالانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة. بعدكم على هذا الالتزام ولا تغير؟ بعد هذا الالتزام، لكن قناعتنا نحن نعد للمعركة الكبرى للشعب الفلسطيني، يعني عليه يعني حتى بالمخيمات خارج فلسطين. طبعا حتى في كل أماكن تواجده على الشعب الفلسطيني، نحن نعتقد أن هذا حق أن يعد نفسه لأنه شعب مستهدف. بعدك تشوف الإسرائيلي عم تقول التهجير والإبادة وإلغاء هويتك، طبعا أنت بدي يكون من ضمن أجندتك عملك في الدول المضيفة عمل سياسي وإعلامي واجتماعي، هذا أمر محسوم طبعا. لكن لا يمنع ذلك أنه أنت أن تكون حاضرة كفلسطيني نوع من التعبئة الثقافية بس موجودين كمقاتل يعني كذا الجنوب. هلأ أن تمارسوا هذا الفعل، هذا له علاقة بالظرف الموضوعي وظروف طبعا. البلد، وإحنا لأنه في هذا البلد يعني بالتنسيق مع حزب الله اللي عم لا يمكن أن يكون بدون التنسيق مع حزب الله، هو اللي بيدير الجبهة. وحزب الله لما بده يجي يعني يقاتل معنا بغزة بده يكون بإدارتنا بغزة، حماس والجهاد هن أهل الجبهة يعني صحيح. هذا الشيء الطبيعي يعني واضح. وبالتالي إحنا يعني هل عم بتقوموا يعني اليوم دخلت حركات أخرى لبنانية مثل الجماعة الإسلامية في يعني في تنسيق في قوى لبنانية قوى لبنانية؟ نحن تنسيقنا مع الإخوة في حزب الله مع المقاومة الإسلامية في لبنان ننسق هذا الأمر باعتبار أن حتى لا نحدث أي إرباك أو أي إشكالية ميدانية يعني فهذا يستدعي ميدانيا أصلا يستدعي التنسيق في وسياسيا بحكم نحن ضيوف. بعد 7 أكتوبر كان في قناعة لدى الحزب أنه ربما أو رغبة أنه يذهب أبعد من ذلك انطلاقا من حضرتك عم بتقوله الواجب الجهادي وغيره، لكن الإيرانيين هم من ضبطوا الموضوع عند جبهة مشاغرة وأسناد فقط. لا أعتقد لا أعتقد الإيراني لا يتدخل في هذا الموضوع والإيراني يعني مش كان لدى الحزب رغبة أن يذهب أوسع من ذلك بمساندة غزة. لا 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 حزب الله نحن على التشاور، نحن والإخوة في حزب الله والإخوة في حركة حماس هناك تشاور دائم وتنسيق دائم قبل طوفان الأقصى وتعزز أكثر وأكثر بعد طوفان الأقصى. وبالتشاور نحن نعتقد المقدار الذي يقوم به حزب الله الآن المقاومة الإسلامية في لبنان من إسناد نعتبره بهذا القدر مفيد للقضية الفلسطينية وللمقاومة. بعض بيشوف أنه يعني أصبح الحزب بأزمة نظرا إلى ربط مصير الجنوب بمصير غزة لأنه طالت هذه الحرب. هل تعتبر اليوم ربط هاتين الجبهتين يعني خلقت أزمة للحزب أنه ما غير قادر على التراجع؟ لا مش يعني حزب الله الموضوع. حزب الله وإحنا من البدايات أولويتنا وقف العدوان طبعا. وقف الحرب يعني أكيد مش متمنين إحنا أن يطول أمد الحرب، لكن هذا أمر فرض علينا يعني الأمريكي والإسرائيلي الآن هم اللي بيضغطوا حتى يأخذوا منا تنازلات سياسية مش قادرين يأخذوها بالميدان. في فشل عسكري وأمني واضح في غزة واضح في لبنان، لن يحققوا شيء في العسكري، بدهم يحاولوا الآن في المداخل السياسية عبر إرسال الأوراق والمندوبين بده يأخذوا بالسياسي ما عجزوا على اللي بيأخذوه بالميدان وهذا لن يحققوه. وبالتالي اليوم المقاومة موقفها قادرة بعد على المقاومة ميدانيا صمود طبعا قادرة يعني ليك أنا قلت لك نحن دي معركة صعبة تمام. وغير متكافئة لكن والمقاومة قدمت تضحيات كبيرة، لكن رغم ذلك اليوم المقاومة لديها من المخزون ولديها من القدرات التكتيكية. لك ميزة المقاومة الفلسطينية القدرة على التكيف من بداية المعركة، الإسرائيلي ما خلى طريقة إلا غير بانتشار الفرق وبالتكتيك العسكري والمقاومة تتكيف مع التغير وأخرها الآن من يومين هذا التكتيك الجديد اللي بتعتمده المقاومة باستهداف محور نتسريم بأسلحة ما كانت عم تستخدمها كل الفترة الماضية والآن. فبالتالي هذا الموضوع ما صواريخ يعني بعد حتى المخزون حرب. الموجود اللي الإسرائيلي يعني مذهول يعني من قدرة المقاومة على الاستمرار. سوريا يعني اليوم كمان أخذ الكثير على موقف السوري من هذه الحرب ومساندة غزة ومساندة فصائل المقاومة، بماذا تعلق على موقف سوريا يعني موقف سوريا؟ موقف سوري سوري. موقف سوري جيد كموقف سياسي، شو ماله ما في فيش مشكلة ما حدش اعترض. موقف السوري مؤيد مع المقاومة بس ما ذهب أبعد من ذلك يعني بده يفوت بالحرب يعني شو بده هي نتيجة الوضع الداخلي يعني اليوم هذا يعني اللي المدافعين عن سوريا سوريا أقحمت سوريا نتيجة الحرب الأهلية اللي ألمت بسوريا أنا غير قادر على الذهاب أبعد من ذلك. أنا بتقديري سوريا أقحمت في حرب وفرضت عليها حرب من الغريب والقريب من أجل يعني كما حصل في كتير من الدول. أنت بتعرف أنت كان في دول مؤثرة مثل العراق وسوريا وغيرها، وبالتالي كان مطلوب من فترات وهذا مشروع يعني رجع قديم
غربي قديمه، وبفترة مادلين أولبرايت أعيد يعني التأكيد عليه كإدارة أمريكية تبنيه له، ومحاولة فكفكة جيوش المنطقة واستهدافها. فسوريا تعرضت بتقدير لمؤامرة كبيرة، وللأسف ساهم فيها يعني من ذوي القربة، مش الغريب، الغريب عنده مشروع في المنطقة ومعروف، بس ذوي القربة اللي تآمروا على سوريا، وسوريا أنهكت من هذه الحرب ولديها يعني مشاكلها، ومع ذلك تتحمل عبء الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان. أنتم بتقاوموا من لبنان يعني بالجهاد، يعني عملتوا عمليات، ليش ما بتسمح للحكومة السورية بهذا الوضع إذا هي ما قادرة؟ ما لا لا القرار السياسي مثلا إحنا لا لا بالظروف المدنية الموضوعية بالجولان. إحنا الآن لما بدنا نمارس واجبنا تجاه أهلنا أو ننصر أهلنا، بدنا نشوف وين الوضع الميداني المتاح اللي بيسهلنا. ممكن من الجنوب ما نكون متاح، ممكن متاح كان الجنوب بالجولان له علاقة بالظرف الموضوع الموجود. دش اليوم هذه الآخر مسألة حراك الجامعات والرأي العام العالمي مفيد للقضية الفلسطينية، وهذه الحرب وهي الإبادة اليوم رجعت خلقت وعي مختلف تجاه القضية الفلسطينية رغم كل محاولات إسرائيل على مدى يعني العقود السبعة تقديم الرواية الإسرائيلية لحقيقة ما جرى. هذا أهم مكسب من أهم المكاسب اللي حققته الشعب الفلسطيني. أولا نحن الرواية الإسرائيلية اللي عمرها أكثر حوالي 100 عام صنعت وروجت، السردية الصهيونية أو هذه البروباغندا الصهيونية في العالم، اليوم السردية الفلسطينية انتصرت في الإعلام، فلسطين انتصر في الحرب الإعلامية، ورغم كل النفوذ الإعلامي اليوم في الحمد لله يعني هذا إنجاز كبير للشعب الفلسطيني، لأننا كنا نعاني جدا في موضوع الرواية في الغرب وعلى المستوى الشعبي والرواية، هذا انتصار واضح، الكل بنعرف أنه اليوم السردية الفلسطينية وروايتها هي يعني حققت تقدم كبير بهذا الموضوع. على المستوى الشعبي التأثير في الجيل الجديد الشباب والصبايا هذا الجيل الصاعد، زي احنا كان جارودي بفرنسا مرة طبع كتاب بمعاداة السامية حرقوا له الكتب، ما كانش يتجرأ مفكر فرنسي طلع ليحكي عن موضوع الهولوكوست طرحها للنقاش، شو عملوا فيه؟ طب اليوم انت وكان اليسار صح موجود ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد الطيارات اليسارية الغربية كأصوات بسيطة، اليوم بتشوف النيوليبراليين بأول المظاهرات بجامعات، يعني اليوم في الموضوع الإنساني حرك هذه المشاعر، ويعني عم نشوف تأييد كبير للشعب الفلسطيني طبعا عامل لوحده، لأنه عم نشوف القمع وعم نشوف الديمقراطية الأمريكية بصورتها الحقيقية اللي طبعا هاي أتت على يعني غيرت أنظمة، هي على العراق مش اجت تحت شعار الديمقراطية وأفغانستان الديمقراطية، ومش هون بلبنان بتحرض اللبنانيين تحت شعار انه ما في ديمقراطية وفي فريق متغلب على فريق، وبسوريا مش تحت شعار الديمقراطية بسوريا، هو ليش لما على النظام السوري كل الهجمة اللي صارت عليه مش على قاعدة انه في استبداد، اليوم ما يحصل هذا المشهد هذا قمع الطلاب، تفضل الإدارة الأمريكية كل أصدقاء أمريكا، هذا سؤال لأصدقاء أمريكا ومحبينها اللي دايما بيتغنوا دايما للأسف يعني بهذه الحضارة الغربية، وبالتالي يعني أنا برأيي هذا العامل مهم جدا. لا ونحن شكرنا كل من يقوم وكل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا نريد أن نقول نراهن عليه عامل أساسي بغير المسار، لكن هذا مع الخلافات داخل الكيان الموجودة مع قوى الإسناد في المنطقة، مع الأهم من كل ذلك نحن صمود شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، هذا سأنا يعني نختم بمسألة اللي هي أنه لن يستطيع العدو الإسرائيلي سواء طال أمد العدوان